معايا على التليفون الكاتب الصحفي جمال الكشكي، رئيس تحرير الأهرام العربي وعضو مجلس أمناء الحوار الوطني، وبجانب كل ده صديقي العزيز ورفيق المشوار الطويل. ازيك يا جمال؟ مساء الخير عليك وعلى كل السادة المشاهدين، مساء أخبارك النور إيه؟ يا جمال، وخليني الأول يعني أحييكم وأثني على بيانكم واستمراريتكم على هذا الموقف كمجلس أمناء للحوار الوطني، داعمين للقضية الفلسطينية وداعمين لمسار الدولة المصرية. وخليني هسألك يعني يا جمال، دائما نؤكد على أن هذه البيانات الصادرة من المجلس هي بيانات التوافق الكامل، صح؟ يعني اللحظة لا تستدعي غير التوافق، رغم انه يعني احنا طبعا الحوار الوطني به كل الالوان السياسية والاطياف السياسية، لكنها تنطلق من التيارات الوطنية. اللحظة حاسمة لا تحتمل سوى التوافق والتأكيد على والاصطفاف والوقوف خلف الدولة المصرية والقيادة السياسية الرئيس عبد الفتاح السيسي، لأنه يعني مصر والمنطقة والإقليم بل العالم بشكل حقيقي يوسف، كما سمعتك من شوية وكما ذكرت وحللت أنت من شوية حاجات كتير، أنه فعلا في منعطف خطير لا يقبل القسمة على وجهات النظر، ويحتاج بشكل حقيقي على يعني تقديم وتثمين يعني كل جهود الدولة وكل القيادة السياسية، لأنه هنا اللحظة الوطنية الفارقة المهمة. القضية الفلسطينية دي قضية مركزية بالنسبة للدولة المصرية على وبالنسبة للعرب على مر التاريخ. لو تجولنا وانت سيد الناس العارفين والتابع، ويعني وانت تنتمي لأسرة سهمك بشكل كبير جدا في القضية الفلسطينية وفي المراحل والتحركات الفلسطينية، تعلم جيدا حجم ما قدمته الدولة المصرية على مر التاريخ من بداية القرن الماضي حتى هذه اللحظة. ويعني نعلم جيدا انه التحركات والتقديرات لدى القيادة السياسية المصرية في الفترة يعني منذ اللحظة الأولى لهذه الدولة في السابع من اكتوبر الماضي، في الحقيقة يعني كانت تحركات مدروسة ودقيقة وسعي ما بين السطور. وإحنا يعني هنا ما بين السطور يعني سمعناه وعرفناه من السيد الرئيس، سواء في كلمته في تخريج دفعة من كلية الشرطة، أو في كلمة سيادته أيضا في تخريج دفعة من الأكاديمية العسكرية، أو في اللقاءات المتعددة. يوسف العالم كله اتصل بالسيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، لا يوجد زعيم ولا قائد ولا رئيس لم يحقق اتصال مع الرئيس عبد الفتاح السيسي. طب لماذا؟ ايمانا من العالم ان اللحظه صعبه، وان المفتاح الحقيقي في القاهره، وان القياده السياسيه تتحرك بكلام يعني واضح وواحد ومعلن. تابعنا يعني اجتماع السيد الرئيس مع مجلس الامن القومي، وشفنا القرارات اللي خرجت منها وهي حاسمة وقوية ويعني ولا لبس فيها، وتؤكد يعني أهمية وحجم ودور ومحورية الدولة المصرية ويعني دورها الحاسم طيب في التعامل جمال مع كل أطراف الأزمة. أنا محتاج أقاطعك، إحنا أنا أتذكر أنا وشخصك الكريم الرائع سنة 2008 غطينا حرب وقصف غزة سنة 2008 لصالح واحدة من القنوات العربية اللي كنا بنشتغل فيها، وانت كرئيس تحرير الأهرام العربي، وانت كتاريخيا او تاريخك مهنيا صحفي وكاتب ومحلل للشؤون العربية، هل ترى اي تطور ملموس حصل في هذه القضية، خصوصا في ظل دعوات أصبحت للأسف بتطلق خلال يمكن اليوم النهاردة على مدار اليوم أنه عاوزين نعمل إدارة دولية لقطاع غزة؟ دي دعوات إسرائيلية من أعضاء سابقين بالكنيسة، أحزاب تدعي أنها أحزاب معارضة ولكنها طبعا جزء من التحالف الوطني لو صح التعبير، أو الاتحاد الوطني الصهيوني والحكومة الجديدة. احنا بنتكلم على ناس بتتكلم على تفريغ غزة من محتواها السياسي والإنساني، ثم إدارتها دوليا، والزج باسم مصر في هذه الأفكار، الزج باسم المملكة العربية السعودية، الزج باسم المملكة الأردنية الهاشمية، جنبا إلى الأمريكان والأوروبيين. كيف يرى جمال الكشكي
بعد 30 سنة صحافة وتغطيات وكتابة وتحليل للشأن العربي؟ شوف يعني المسألة هنا بالحقيقة يعني ما نقدرش نقول إن حققت يعني قفزات ولا تحرك في القضية على الإطلاق. يعني أنا مثلا على سبيل المثال أتذكر معك الآن إنه من اتفاق أوسلو 93 فشلت على سبيل المثال، حتى لو أنت بتتكلم على الإدارة الأمريكية اللي هي الألفة بتاعت إسرائيل، إنه فشلت كل إدارة أمريكية في تحريك ملف الصراع الفلسطيني الإسرائيلي باستثناء محاولة بيل كلينتون في عام 2000 إنه جمع يهود جمع براك رئيس وزراء إسرائيل مع الرئيس الفلسطيني ياسر عرفات في كامب ديفيد، وقال لك يعني الطرفين يمدان يدهما للمصافحة أمام وسائل الإعلام. لكن في النهاية يعني هذا النموذج لم يعني لم يقود إلى شيء، ولأنه لو في تحرك ما كنا وصلنا يوسف لهذه اللحظة. خد بالك لهذه اللحظة، لأنه المخطط كبير جدا، المخطط من سنة 47 و48 و67 و56 من قبله، وحتى في الانتفاضات اللي حصلت في 2000 وغيره، وحتى في 2008 اللي حضرتك التاريخ اللي حضرتك بتذكرني بيه، كل ده يوسف كان فيه مخطط. مخطط يهدف لإيه؟ مخطط يهدف للتهجير، لأنه الفكرة اللي قامت عليها إسرائيل من الأساس أصلا في 48 14 مايو 48 كانت قامت على إيه؟ قامت على فكرة طرد الفلسطينيين ونزوحهم وترك أراضيهم، وبالتالي إذا فقدوا هذا المنهج فقد الدولة جوهرها، رقم واحد. رقم اثنين، إنه هذا المخطط تبعناه في مذكرات بنيامين نتنياهو ما كان تحت الشمس، وده الفلسفه والاستراتيجيه اللي ماشيين عليها وماشي عليها دوله الاحتلال. واحد. اثنين، خلينا اذكرك ببعض الاسماء اللي تؤكد لك مدى يعني صعوبه واهميه المخطط بالنسبه لاجهزه الاستخبارات بكل انواعها، الاستخبارات الاسرائيليه طبعا. يبنون الراجل الاسرائيلي بيفكر للشرق الاوسط وازاي ويقيم يعني فكرة منهج التفتيت. رالف بيترز المؤمن بفكرة، وانت عارف ده كويس، انه مؤمن بفكرة اقامة دول على اساس طائفي وعرقي وغير ذلك. اسمه ديبورا ألن، وايضا يعني برنارد لويس. كل هذه الاسماء إسحاق رابين نفسه الشرق الأوسط الجديد، كل هذه الأسماء وضعت مخططات ودخلت في مختبرات تعمل ليل نهار من أجل تحقيق هذا المخطط. وبالتالي هنا اللي بيحصل في هذه اللحظة، ربط 48 ب 7 أكتوبر 2023 لما تمد الخط على استقامته، هو نفس المخطط. مطلوب طرد الفلسطينيين من ارضهم، صحيح، لانه ده 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 الاستراتيجيه بتاعت اسرائيل. واحد، هو ده الهدف الرئيسي، ازاحه الفلسطينيين من الارض، ازاحه الفلسطينيين من الارض. وفي نفس الوقت وفي نفس الوقت يعني هي طبعا بقائهم قائم على هذا الهدف، وفي نفس الوقت برضو هم يريدون تقسيم المنطقه والاقليم على طريقتهم بما يضمن دويلات طائفية، فيضمن بقاء دولة بالنسبة لهم هم يروها أنها الدولة اليهودية، وهم دائمي الحديث بهذه يعني اللغة، فكرة The Jewish State أو الدولة اليهودية على هذه الأرض، وده اللي هيسمح بوجود دول طائفية بنفس ذات الذريعة. أنا بشكرك جدا 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 صديقي ورفيق المشوار والكاتب الصحفي الكبير جمال الكشكي، رئيس تحرير الأهرام العربي وعضو مجلس أمناء الحوار الوطني. بالمناسبة الشكر موصول لمجلس أمناء الحوار الوطني، وهو أمر الحقيقة يعني غير مستغرب منه.